انا غادي نقول صراحه انا متفائل نسبيا بالنسبه للطوسي، لان من الاطر القليله اللي يعني نقدر نقولوا فالابل في المغرب. عندهم كاشي، عندهم كاشي ستيل دو جو، عندهم كيف ما مشى كيحطو. عنده ستيل دو جو، كيعرف اللعابه، ما غاتجيبش عاوتاني واحد. واخا تجيب واحد دابا اجنبي كيطير، خاصو يجي خاصو واحد خمسه المباريات باش يبدا يكتشف، لان غيجي عارف كل شيء. وبالنسبه لي انا كون كان ابو شروان مساعد لي كانت غتكون احسن. ابو شروان حسن عنده خبره على سميتو، على المباركي والبكال. هو يقدر يكون بو شروان ما بغاش، يقدر يكون بو شروان ما بغاش، حيت بو شروان دابا راه دوز البونتوش تاع ماجا مدرس استهانوا بها. يقدر السيد كيفكر انه يقلب على عروض باش يولي مدرب، كيقول علاش ما السفر يدبر على راسه ولا مدرب، ما السلام يدبر على راسه ولا مدرب. حتى انا لعبت معاهم في ليبوك، حتى انا من حقي انا نقلب على راسي. اي فو با توجور ان كومبي لا فوت او ديريجون، يقدر يكون هو ومن غير ابو شروان تفضل فهمي تا هو مزيان الصراحه. فهمي ما مارش، خصك مدرب اللي كيمارس كمدرب باش تجيبو كمساعد، خصو يكون مارس كمدرب. دابا هادي مدة هادي ما بقاش مارس، راه سي سا البروبليم. كي خصك واحد الانسان اللي كيكون مارس، عنده لا براتيك، عنده الممارسه، محتك بجو الملاعب، حفظ الخطط، عارف كذا. فمرحبا، ديك الساعه كتجيبو غتستافد من الفرق. اما هو بعدا راه عنده بروفيل ديال التكوين، يمكن ديال مدير تقني، جو كوا ديال مدير تقني، ما عندوش بروفيل تاع المدرب. وتنظن انه هو ينفع اكثر لو انه ينتدبوه في الاداره التقنيه، غادي يفيد الفرقه. لا بالنسبه لسي يوسف، بالنسبه للائحه قلتي قلتي يوسف غرب، وي وقيلا ما يقدروش يدخلوا، حيتاش وقيلا عاد 30 لاعب، ماشي اللي كيبان لي المشكل مع غرب، حيتاش ما كانش مقيد. لا ولكن لا راه كاين، هو كاين في اللائحه. كيفاش ما كاينش 30؟ كاين في اللائحه يوسف غرب، كاين. لا كاين دابا، ودابا حاليا في اللائحة الحالية كاين. إيه ولا كان كاين دابا زين، راه كنشوفوا يعني راه كاين شي مشكل بينه وبين سميتو، لحقاش سير ما كاينش كاس كاس ما كيدرينيش مع الامل. ولا دابا هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، كيفاش لاعب طالونتيو، لاعب طالونتيو كوير يا صاحبي، ومن الاجنحة اللي نادرة، وما عندناش حنا مشكل في الجناح، ما عندناش كيمشي بالكرة مع لالين، وهذا اللاعب هذا غبر ما عرفنا السبب. فنورمالمون حنايا دابا هذا ماشي عندنا عرام ديال المشرفين التقنيين بلا فايده، راه عندنا هذاك البلجيكي بان كياكل فينا وجالس، وعندنا دابا العملي. فاش غنديروا حنا بهذا العرام الا ما كانش العملي الا ما كانش يقول لهم فين مشى ذاك الولد غد، وراه عندكم مشكل تما في الجناح، ما عندكم الجناح فالابل اللي كيمشي معاه، راه العملي ما عنده باش يفيد الناش الا ما كتبانش لي هذه النقطه هذه، ويقول لهم هذاك الولد فين مشى اراوه ليا جيبوه ليا. راه كيما قلت كيما بان لي لابطي خصي يبان لي غلط، الا ما باش لي غلط دونك راه كاين شي حاجه تما، ماشي هي هذيك، ماشي عين كتشوف هنا وما كتشوفش هنا، خصك تشوف اللعابه كلهم اللي هما تهمشوا واللي يقدروا يديروا الاضافه للفرقه، غينفعوا الفرقه، عندها احتياج لهم. هذا هو اللي كان عارف زين عليهم. حتى ذاك الدري اش كيقولوا لك عامله عامله ان غون طاف سونطرا، عباد الله بالك كيضيع مقلص في غرفه الثلاجه، ما كنفهم شيء، ما تعطاشوش فرص نهائيا. عنده واحد لا ديتونت، عنده واحد السماتش كيضرب براسو، ديك لا تيت بي كونت الارض، زعما عند اللعابه الكبار، هذيك عند لي زافاسون الكبار. فهمتش انا هذا السيد هذا اشنو دار ليهم، والله ما فهمت، والله ما فهمت. فاحنا الامل ديالنا في تعيين واحد بحال العمري، هو يهبش لينا على بحال هاد الحوايج، غير اما ينقي الفرقه يا اما راه ما عنده باش غير يفيد الرانجا، حيت ذاك النقاش والهضره وداك الشيء ما عندنا ما نديرو به، بغينا نخدمو سيغ لو تيغان، بغينا اللعاب اللي هما منسيين وضيع فيهم الرجاء يهبشهم ويجبدهم، وبغيناه اهم حاجه هي يحبس المرقى على دوك اللي ولفوا تيغبروا الدراري الصغار حتى كينساهم الجمهور وكيبيعوهم. هاد المصيبه المعضله الكبيره خصو يوضع لها حد. تفضل خويا. نقطه اساسيه وبالنسبه لي غدا ان شاء الله السي يوسف، غدا الماتش ديال اتحاد طنجه راه هي نقدر نقول لك هي الفرصه فاش خاصنا فاش خاصنا ندخلوا ديك الدري بوطويل غدا. ضروري بوطويل، ضروري غدا خصو يلعب ضروري، لان السيد واخدو بريتي يا صاحبي، راه سي مو راه في شهر 6 غيمشي بحالو، امتى غيلعب؟ وباغي يلعب شهر 7، يا ما لعبتيش في البطوله امتى غتلعب؟ بطوله ومرابط حتى هو يدخل غدا، ومرابط خصو يدخل تيتولار. وي تمام بغينا نشوفوا ثنائيه مرابط ويتولي، ما بغيناش التوضيح العداوه بيناتهم. فوالا شي شحال خايبه هذيك، شحال خايبه، كيولي واحد كيشوف في الاخر،
اسمح لي. ما عرفناش واش هادشي، ما عرفناش واش هادشي. حنا ما كنقولوا حاجه، ما كنقولوا شي، عرفتوا الدراري فرصه ما بيناش ديك اللعيبه زعما لا راه متولي كذا فاش في الاخر تعاد الصفاف كيتولي، راه اتضح ان انا فاش ما كنتو باغي نجيب هاد المرابط كنتو لي انا متولي ما بغاش، اتضح انكم كذبتوا على الصفاف متولي، وهو متولي دابا كيلعب معاه وكيشجعوا داك الشيء وبينا نشوفوهم جوج دابا ديروا السبب متولي. تحياتي ليك السي نسيم. شكرا خويا، شكرا خويا سامة، تحياتي.